نتواجدوا في مجموعة يوسف بن تاشفين، مجموعة مدرسية يوسف بن تاشفين في الجامعة ديال تيزين تيست. اليوم كنشهدوا العملية ديال الاستمرارية البيداغوجية والرجوع ديال التلاميذ إلى الأقسام ديالهم مع الأساتذة ديالهم ومع الطاقم الإداري. من طبيعة الحال هذه المنطقة اللي عرفات واحد الخسائر مادية وأيضا بشرية، فقدنا العديد من التلاميذ في هذه الجامعة هذه، وأيضا فقدنا ستراكتور يعني بعض المؤسسات التعليمية على إثر يعني هذاك الزلزال اللي ضرب الإقليم. بغيت نقول أن الهدف الأول كان عندنا هو تأمين فين غيرجعوا هاد الوليدات، وبالتالي درنا واحد لجان تقنية اللي جابت أنحاء الإقليم باش تعرف فين كاين المؤسسات التي تشكل خطرا على سلامة التلاميذ، وبالتالي ما يمكنش نرجعوا التلاميذ لواحد المنطقة اللي عاوتاني غتشكل عليهم خطر. ولهذا يعني كان التنسيق مع السلطات اللي كيترأس هاد العمليات السيد الوالي ديال الجهة، بطبيعة الحال مع جميع الطاقم والسيد العامل ديال الإقليم وجميع المتدخلين، يعني الجيش، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، يعني الوقاية المدنية، جميع الفاعلين لا المدنيين ولا العسكريين ولا المنتخبين، الكل مجند باش يمكننا نأمنوا الاستمرارية البيداغوجية. ايضا فرصه باش نشد بحراره على ايدي الطاقم التربوي والطاقم الاداري اللي كيتواجد في جميع المؤسسات، لا اللي اصيبت يعني بهذه النكبه ولا اللي لم تصب بهذه النكبه، لان اولا واخيرا هم ابناء المؤسسات التعليميه، هم ابناء الوطن، وحنا من طبيعه الحال حنايا رحنا واحد المجتمع اللي ابانا واظهر للعالم اننا يد واحده ومواطنين، كلنا مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله وايده، وكلنا كتوحدنا الله الوطن الملك. انا كنقول اليوم ان هذه الاستمراريه البيداغوجيه كيخصها واحد العمل ايضا مع الاسر، كيخص الاسر يخرجوا من هذا الوقت ديال الحزن ويفهموا ان الرجوع ديال التلاميذ للمؤسسات التعليميه فيه كل خير لهم، لان احنا بغينا هاد الوليدات يخرجوا من هذا الحزن وهذا اللي كيعيشوه دابا الاسر، يعني على اثر فقدان بعض الاقارب ولا الى اخره. بغينا التلاميذ يبقوا تلاميذ اطفال عفويين، ما يعيشوش الازمه وما يعيشوش الحزن، باش نبقاو محافظين لهم على الجانب النفسي ديالهم. وفي هذا الصدد تم تكوين 100 ديال الاطر ديال الدعم النفسي والاجتماعي باش يواكبوا لنا هاد التلاميذ، وباش يعني يواكبوا العمليه ديال الارجاع ديالهم للمؤسسات التعليميه. الان رحنا تقريبا رحنا في واحد 50% ديال الارجاع ديال التلاميذ. حنا كنعرفوا ولو الان ان المؤسسات راها فاتحه الايدي باش يرجعوا عبر يعني انشاء واحد الوحدات متنقله ولا خيام باش يرجعوا لها، ولكن مازال بعض التخوف عند الاسر اللي كتخاف يعني الوليدات ديالها تعرض لشي مكرو، وهذا يعني حنا كنتفهموه، ولكن بالتحسيس بالعمل ديال المجتمع المدني، المنتخبين، السلطات المحليه، حنا كتربويين غادي نقدروا نتغلبوا على هذا الوضع ورجعوا التلاميذ للمؤسسات التعليميه. وكنتمناو يعني الرحمه والمغفره للشهداء واللي فقدوا يعني الروح ديالهم على اثر الزلزال اللي صاب هذا الاقليم، وكنتمناو للبلد ديالنا الامن والامان والسلم، وما نبقاوش نسمعوا بحال هاد الاشياء اللي هي يعني تؤلم في القلب، كساسوا التعليم ولا غير التعليم، راهم ابناء الوطن وحنا من طبيعه الحال ابناء هذا الوطن وكلنا مع هذا الوطن. شكرا لكم. Thank you.